صباح الأمل، صباح السعادة، صباح بكرة أحلى. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى كل يوم سبت من برنامجكم صباح بكرة أحلى. عندنا النهاردة فقرتين متميزين جدا. عندنا الدكتور حسام الجبالي أخصائي الجهاز الهضمي والكبد وعلاج السمنة والمناظير، هنتكلم في حاجات مهمة جدا. الفقرة الثانية مع النائبة الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب وقيادية من مؤسسين حزب مستقبل وطن، هنتكلم عن قضايا كثيرة، انتظرونا. موعدنا النهاردة زي ما عودناكم الإشاعات وحقيقتها. من ضمن الإشاعات رفع أسعار السجاير والمنتجات للتبغ، طبعا دي إشاعة ومفيش كلام من ده خالص. بيقول لك فرض الحكومة رسوم على الزواج سنوي. طبعا الواحد يعني بيستغرب، يعني مش لاقيين أي حاجة يعملوها إشاعة، فخلوا كمان الجواز يبقى فيه بلبلة بقى، أنا هتجوز يبقى هدفع كل سنة رسوم. طبعا كفاية اللي بيدفعوا، يعني عشان يدفع تاني ده استحالة. عندنا كمان بيقول لك ان تقاضي رسوم مالية على المتضررين المتقدمين لوظائف المعلمين. طبعا احنا كنا قلنا الحلقة اللي فاتت ان مفيش اساسا موقع جديد لوزارة التربية والتعليم، فبالتالي مش هيبقى فيه الكلام اللي بيقولوه رسوم للمتقدمين للوظائف. طبعا الكلام ده برضو مش مظبوط. كمان زيادة قيمة تذكرة الدخول لحديقة الحيوانات، وصلت الإشاعة انها بقت ب 65 جنيه. انا عن نفسي قلت يعني ازاي، يعني ازاي الواحد يدخل ب 65، يعني مع 10 افراد تقريبا يعني عاوز مبلغ، لكن هي لسه زي ما هي بخمسة جنيه والكلام ده كله اشاعات. بيقول لك رفض استقبال حالات الاطفال في الحميات اقل من 6 سنوات، وطبعا الصحة بتقول الكلام ده مش مظبوط، لأن أي حالة بتستقبل من سن يوم لحد ما لا نهاية، ولكن لو هي مش حالة تابعة للحميات فبالتالي بينقلوها على أي مستشفى فيها التخصص بتاع المرض. بيقول لك وزارة الإسكان بتقرر إنها المخصصات بتاعت شقق الإسكان الاجتماعي إنها تحولها على الإسكان الفاخر. طبعا الناس اللي هي بتعمل إشاعة كمان مش فاهمة، يعني حتى مش بيعمل إشاعة هو فاهمها، لا ده بيعمل إشاعة كمان مش فاهمها، لأن أساس الشقق الفاخرة هو الحكومة بتعمل الشقق الفاخرة دي عشان تاخد منها تبني إسكان يعني للمتوسط الحال والاقتصادية والكلام ده كله، مش العكس. يعني مفيش أساسا يعني مخصصات للإسكان الفاخر، بالعكس هما بياخدوا من الإسكان الفاخر عشان يدوا مخصصات للإسكان الاجتماعي. نخلي بالنا من الإشاعات، لأن الإشاعات زي الطلقة بتطلع ما بترجعش. بكرر التحية لكل حد قاعد على السوشيال ميديا، جندي مقاتل بيكذب الإشاعات، لأن بلادي انهارت من الإشاعات. دلوقتي بقى معانا النهاردة الدكتور حسام الجبالي، اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير استاذ وجدي، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا وسهلا بيك، انت نورتنا النهارده، والموضوع بتاع حضرتك وتخصص حضرتك موضوع مهم جدا، اللي هو الجهاز الهضمي وعلاج السمنه والكبد والمناظير. عايزين الاول نوضح للناس يعني امتى يروح المريض للدكتور. صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. صباح السعادة. ما اعتقدش ان في حد في فترة ما ما بيجيلوش اي اعراض بتصيب جهازه الهضمي، سواء المعدة سواء القولون، لكن هي الفكرة ايه الاعراض اللي تخليني لا انا لازم اتوجه حالا واروح اكشف او اعرض نفسي على دكتور الجهاز الهضمي. في حاجات مشهورة قوي زي الحموضة المتكررة وألم فم المعدة، اللي طبعا ممكن تكون نتيجة الهايبر أسيديتي أو زيادة حمض المعدة، ممكن تكون برضو متعلقة بالهابتس أو العادات اللي بيعملها المريض، زي التدخين، زي شرب القهوة أو الشاي الزيادة، زي السكريات الزيادة أو الصلصة، الكحوليات برضو، الحمضيات والحاجات السبايسي فود الحراق والكلام ده. دي أول حاجة بنحاول نشيلها. في بعض الأمراض اللي ممكن تساعد على ظهور حاجة زي كده، زي الفتق اللي بيجي في الحجاب الحاجز،
او ارتجاع المريء، احيانا بتوصل انها ممكن تصحي العيان من النوم، تسبب له نايت شوكينج او شرقه بالليل وتصحيه على كحه شديده. هنا لازم يتوجه فورا ويفحص نفسه عشان يبقى ايه مطمن ان مفيش اي مرض عضوي بيسبب له المشكله دي. في مشاكل تانية زي صعوبه البلع مثلا. احنا عارفين طبعا المريء له مدخل ومخرج، في بيبقى فيه تو زي اتنين صمامين كده موجود في المدخل والمخرج، اي مشكله فيه ممكن تسبب لي صعوبه في البلع. احيانا بيبقى مصاحبها الم، خصوصا لو في التهابات شديده في المريء او فطريات، او لا قدر الله يكون في اورام او الاصابه اللي بتيجي في الصمام اسفل المريء لفشل الانبساط بتاع عضله اسفل المريء، ودي بتحتاج برضه تدخل منظار وبتحتاج عمليه توسيع. في عندنا مشاكل اخرى زي مثلا الانيميا، سواء اللي هو فقر الدم يعني، اللي ممكن يكون نتيجه نقص الحديد او نقص فيتامين بي 12. في الحالتين دول برضو لازم يتوجه لدكتور الجهاز الهضمي عشان يطمن ان مفيش اي امراض داخليه ممكن تسبب له المشكله دي. عندنا برضو بعض المشاكل الاخرى زي مثلا فقدان الشهيه المفاجئ، او اسهال مزمن. الاسهال المزمن احنا بنعرفه ان الاسهال بيستمر اكتر من اسبوعين. في الحالة دي لا، لازم اتوجه للطبيب، لان في بعض الاحيان بتبقى امراض مزمنة بتسبب لنا المشكلة دي. مشاكل اخرى زي الامساك المفاجئ. الامساك المفاجئ ده خصوصا لو في سن كبير بيقلقنا ان يكون في لا قدر الله اورام في القولون او في اي ده من سن كام يا دكتور؟ الاورام دلوقتي طبعا مرض القولون هو تاني يعني اكثر ورم انتشارا بعد سرطان الثدي عالميا دلوقتي. بنشوفه حتى في سن صغير، لكن نقدر نقول من فوق سن 45 لا، لازم ياخد الموضوع ده بحذر يعني. عندنا برضو مشاكل اخرى زي مثلا الصفرة. عيان بيبص في عينيه او الناس بتشوف بيقول له اذا انت مالك مصفر كده ليه؟ عينيه مصفر او جلده مصفر. هنا لازم طبعا بنفحص، لان الصفرة دي بيبقى ليها اسباب كتير. ممكن تكون زيادة تكسير في الدم، او التهابات في الكبد، او لا قدر الله يحصل له انسداد في القناة المرارية. يعني انا عايزين برضو نعرف إيه اللي هي يعني ايه الصفرة الانسدادية ديت، يعني ايه الموضوع دوت؟ احنا عارفين طبعا ان مادة الصفرة دي هي مادة اخراجية زي يعني يعني اللي مسؤول عن اخراجها هو الكبد. بيجي نتيجة التكسير اللي بيحصل في كرات الدم الحمراء. الكبد بيبقى مسؤول عن ربطه ببروتين معين بحيث يقدر ايه يفرز في القناة المرارية ويتم اخراجه عن طريق الامعاء. تمام. اي خطوه من الخطوات دي بيحصل فيها اي تاثير ممكن تسبب لي صفره. الصفره الانسداديه هي اخر مرحله في مرحله الاخراج. لو حصل انسداد في المخرج بتاع الصفره بيسبب ارتفاع احتقانها طبعا في الدم وارتفاعها في الدم. بيبقى ممكن نتيجه وجود حصوات في المراره. بتسيب المراره وتنزل في القناه المراريه تسد لنا المخرج. او يكون لا قدر الله اورام او دي، او احيانا بعض الديدان اللي ممكن تستوطن القناه المراريه وتسبب لنا الارتفاع ده. طب يا ترى دور المناظير هنا هوت ليها دور في العلاج يا دكتور حسام؟ هي الدور الرئيسي في العلاج بيبقى منظار القنوات المراريه. طبعا بعد ما بنفحص بنعمل تحاليل طبعا للعيان نطمن نشوف ايه السبب المباشر مع بعض الاشعاعات. تاكدنا ان هي موضوعها صفره انسداديه، بنحضره ان هو يعمل منظار قنوات مراريه. بيبقى منظار كده بيشوف بالجنب غير منظار المعده. وضح لنا بقى. منظار القنوات المراريه هو منظار متخصص للقناه المراريه، ما بيشتغلش اي حاجه ثانيه. بيبقى الكاميرا بتاعته او العدسه بتاعته جانبيه، والمخرج برضو بتاع الادوات اللي بنشتغل بيها بتبقى من الجنب مش من الامام. وكلها ادوات دقيقه جدا. انت عارف حياتك ان الحجم الطبيعي او القطر الطبيعي بتاع القنوات المرارية من 2 ل 3 ملي، مش اكتر من كده. في الصفرة الانسدادية ممكن توصل ل 20 ملي يعني بتبقى اضعاف مضاعفة. بنستخدم ادوات دقيقة جدا بحيث ان احنا نقدر ندخل جوه القناة المرارية
ونشوف المشكله فين. لو حصوه طبعا بنوسع الصمام اسفل القناه الحلمه بتاعه القناه المراريه، وبنستخرج الحصوات دي بادوات معينه كده، ولو لا قدر الله اورام بنحاول ناخد منها طبعا عينات او مسحه، وبنحط فيها دعامات علشان نبقى القناه المراريه سالكه بحيث الصفره ما تتحبس جوه الجسم. طب يا ترى يعني علاج المناظير ما فيهوش خطوره؟ يعني بالنسبه للمشاهدين دلوقتي كتير جدا بيخاف من المناظير. فهل يعني امن الموضوع، امن ولا الموضوع بنسبه يعني عاليه اقدر اقول ان الموضوع امن؟ طبعا هي هتفرق من حاله للتانيه حسب حاله برضو او وضع المريض. المنظار نفسه ملوش مشاكل كبيره او نسبه الخطوره فيه مش عاليه يعني، لا تصحيح. حاجات بتبقى مربوطه شويه ممكن بالمنوم اللي بنديه، ممكن احيانا في بعض المرضى اللي عندهم يعني كذا مرض مع بعض او اوفرلابنج، يعني مثلا عنده مشكله في الكبد، عنده مشكله في الكلى، عنده مشكله في القلب، هنا ممكن تبقى الخطوره اعلى سنه، ولكن احنا بناخد احتياطاتنا وبنحاول نجهز المريض لاحسن وضع ليه للمنظار بحيث ما يحصلش اي مشكله. ما فيش اي حاجه في الطب طبعا اقدر اقول لك ان هي 100% امنه، اكيد كل حاجه ليها برضو بعض المخاطر، حتى الادويه اللي بناخدها ليها اعراض جانبيه طبعا، اكيد طبعا. ولكن هي في النهايه مش حاجات تودي بحياه المريض او كده، انها لو بتعمل كده احنا اصلا مش هنعملها يعني. اكتر حاجه مثلا بالنسبه للقنوات منظار القنوات المراريه او اشهر مشكله هي مشكله التهاب البنكرياس اللي بيحصل بعد القناه المراريه، ودي ليها بعض الخطوات الاحتياطيه اللي احنا بنعملها قبل ما نعمل المنظار، ادويه كده معينه بناخدها قبل ما نبدا، وكمان بعد العمليه في شويه تعليمات بنقولها للمريض بحيث الموضوع يبقى امن 100%. وبنعمل برضو فحص الانزيمات بتاع البنكرياس بعدها بنخلص في خلال 24 ساعه عشان نبقى مطمنين انه ما حصلتش المشكله دي، ونسبتها برضو مش عاليه يعني عشان الناس ما تبقاش قلقانه يعني. طيب الدكتور حسام الجبالي اخصائي الجهاز الهضمي والكبد وعلاج السمنه والمناظير، في برضو حضرتك اتكلمت على ارتجاع المريء، فهل يا ترى ممكن تبقى المساله يعني واحد وهو نايم جاله ارتجاع المريء، فهل هي ممكن تبقى مساله ملهاش علاقه بالجهاز الهضمي، ولا ممكن تبقى حاله كده يعني مثلا ممكن يكون يعني كل ونام فممكن يحصل له ده؟ هي طبعا غالبا يعني الحموضه بالذات من الحاجات المربوطه قوي بطريقتنا في الحياه. يعني عايزين بقى نوضح للمشاهد، لو هاكل وهنام مباشره انا بساعد كده ان يحصل هايبر اسيدي في المعده او زياده حمض المعده، فيبقى اسهل انه يرجع على المريء يسبب لي الحموضه، او لو بشرب سوائل كتير قبل ما انام. فلازم كل الحاجات دي تبقى في الحسبان، لازم مثلا قبل ما انام بساعتين ما احطش حاجه في بقي، ولو هشرب حاجه مثلا تبقى كميه قليله. يفضل طبعا العشاء بالليل يبقى حاجه خفيفه ما تبقاش الوجبه الرئيسيه، يعني معظم المواطنين المصريين دلوقتي يعني هو بيقعد طول اليوم بياكلوا لحمه راس بالليل قبل ما ينام، يعني طول اليوم قاعد بره البيت نتيجه ظروف العمل، ووجبته الرئيسيه الاول ما بيرجع بياكل وينام. طبعا دي مشكله كبيره ولازم يغير الطريقه دي، يخلي وجبته الرئيسيه في وسط اليوم، وبالليل تبقى يعني اكل حاجه خفيفه، حتى لو جعان قوي ممكن فاكهه، ممكن علبه زبادي، شويه ميه صغيرين وانام. الحاجه الثانيه في بعض الحاجات اللي ممكن تزودها جدا زي ما قلنا، السجاير، الكحوليات، الحمضيات، الاكل الحراق او السبايسي، الصلصه الزياده، الحاجات اللي فيها طماطم عاليه، الكاتشب والحاجات دي، السكريات عموما. طبعا ناس بتربطها اكتر بالبيبسي والمياه الغازيه عموما يعني، ولكن هي المشكله في السكريات ان سكرها بيبقى عالي، فاحنا قدر الامكان نحاول نقلل الحاجات دي وما تبقاش بالليل. تمام. هل ممكن يعني سوء النظام الغذائي ممكن يؤدي في النهايه المشكله في الجهاز الهضمي، يعني يوصل بنا الحال الى المشكله الاخيره دي لو ما كناش نتابعها؟ اكيد طبعا. في لو استمرينا على نفس الطريقه دي او المسبب انا ما بشيلوش ممكن يوصلني لمرحله ان يبقى عندي تقرحات في المريء او في المعده او في الاثنى عشر. زمان قبل الادويه الحديثه بتاعه الحموضه والقرح كنا بنشوف كتير مثلا ضيق في المريء، العيان بقى له فتره طويله ومزمن على الحموضه دي وعنده قرح
لدرجه انها ممكن تسبب له ضيق في المريء. ايوه فكنا بنشوف كتير قوي حكايه الضيق في بتيجي في المريء متاخره. يعني بتحتاج احيانا توسيع وعلاجات قويه وتبقى مشكله، يعني العيان تسبب له يعني صعوبه في البلع شديده والم مع البلع. فطبعا لازم ناخد حرصنا من الحاجات، يعني الحاجات طالما انا بيجي لي العرض ده كتير لا يبقى انا لازم اعدل اللايف ستايل بتاعتي. واحسن الهابتس بتاعتي في الاكل. دكتور حسام الجبالي اخصائي الجهاز الهضمي والكبد وعلاج السمنه، جالنا سؤال بيقول ان هو وهو نايم يعني بيجي له ارتجاع في المريء، وده مش على طول لما بيبقى واكل كتير وبتاع، بس هو بيقوم ويروح واخد احد الاقراص اللي هي ليها علاقه بالقرحه والحاجات دي، زنتاك رنتاك مش عارف الحاجات دي، تنصحه بايه؟ هو مبدئيا الزنتاك دلوقتي عليه يعني تحفظات. تحفظات بالظبط، فمش هنتكلم عنه، بلاش الزنتاك. لكن مفيش مشكله طبعا لو انا بيجي لي حموضه، لا يفضل طبعا ان انا اخد حاجه للمعده. لكن الفكره كلها لو الموضوع متكرر لا انا لازم افحص، لازم اتوجه للدكتور فورا. احتمال كبير نحتاج منظار على المعده، نشوف بالظبط المشكله فين، هل في ارتخاء مثلا في اسفل الصمام او في فتق في الحجاب الحاجز يستدعي تدخل اكبر. كل ده مهم علشان صحه المريض، لان احيانا حتى الحموضه مع الوقت او انها بقت مزمنه ممكن تسبب لي حتى انها تعملي حساسيه على الصدر، توصل يعني للصدر. حساسيه الصدر ده ناس كتير بتتحول لنا من دكاتره الصدريه على انهم تشخيصهم الاساسي هو ارتجاع في المريء، هو عادي يرف على علاجات الصدر والحساسيه ويطلع المشكله في الاخر ان هو ارتجاع مزمن في المريء ومحتاج علاج. طب هل يا دكتور هل ممكن غير يعني في مرضى بيحسوا فعلا بألم في الصدر مع ارتجاع المريء ومشاكل هضم، هل يا ترى ممكن يحصل ارتخاء، يحصل انه مش قادر يقف على رجليه، حس ان اعصابه تعبانه، هل دي حاجات برضو ممكن تؤدي لكده؟ لو سببت له مشكله في التغذيه، يعني لو مزمنه او الالم شديد او في صعوبه شديده في البلع ومأثره له على التغذيه، ممكن يحصل فتيج عام في الجسم او اجهاد عام للجسم نتيجه نقص المواد الاساسيه. بس انا ما انصحش ان المريض ابدا يستنى يوصل لهذه يعني الدرجه. لازم اي مشكله مزمنه انا مش عارف احلها، لا لازم اتوجه مباشره للطبيب. تمام. في مشاكل اخرى برضو احنا ما قلناهاش زي النزيف. نزيف الجهاز الهضمي طبعا لو نزيف حاد سواء من الفم او من فتحه الشرج ده مباشره اقرب مستشفى لي. ما تاخدش ابدا النزيف الحاد ده بسهوله او لا انا هريح لا دي الحاجه الاخيره دي بقى. لازم اتوجه لازم. مباشره لاقرب مستشفى عشان يعمل حتى الـ 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 الفحوصات الاساسيه وتعويض الدم اللي فقده وغسيل المعده والكلام ده كله مهم جدا. اي عيان بيجي له اي دم من بقه او من فتحه الشرج لو متكرر حتى لو كميات قليله، حتى لو مره واحده يتوجه للطبيب فورا. طبعا لازم يفحص، لان دي بنسميها احنا عندنا علامه خطوره. لازم ناخدها بعين الاعتبار، ده الخط الاحمر بقى. بالظبط. الدكتور حسام الجبالي اخصائي الجهاز الهضمي والكبد وعلاج السمنه والمناظير، عايزين نعرف بقى هنا يا ترى ايه دور المناظير في علاج السمنه؟ طيب السمنه طبعا دلوقتي بيصنف انه مرض مزمن، يعني علاجه ما بقاش بالسهوله اللي الناس متخيلاها، او انه حاجه هتعملها دلوقتي دي هتفضل معاك للابد، لا بيحتاج دايما متابعه، بيحتاج دايما انه يبقى معاه دكتور تغذيه، دايما يبقى مواظب على اكله بغض النظر عن الطريقه اللي هيستخدمها في ان هو وزنه ينزل، سواء بالدايت العادي او بالادويه، سواء بالمنظار، سواء بالعمليات حتى الجراحيه. هي طبعا العمليات الجراحيه هي اقوى انخفاض في الوزن، احنا عارفين الكلام ده طبعا. ولكن برضو حتى مع اللونج ران او مع مرور السنين برضو ممكن برضو يرجع تاني ويزيد في وزن. بالنسبه لنا كجهاز هضمي في حاجات كتير اتعملت لفقدان الوزن، ولكن هي اشهرها طبعا والمتواجده بكثره في مصر هي بالونه المعده. ايوه بالونه المعده دي هي عباره عن كيس كده او بالونه. أيوة. من ماده السيليكون عشان ما يحصلش بينها تفاعل وبين الجسم، بنملاها بمحلول ملحي كده ملون. أيوة. ما بين 500 ل 700 ملي بحيث تاخد اكبر مساحه من المعده،
تحسس المريض دايما بانه شبعان شبع. او انه واكل. هي مش الميزه الرئيسيه فيها ان هي تقريبا نقدر نقول ما لهاش مشاكل او مشاكلها حاجه لا تذكر يعني. ممكن بس اعراض جانبيه ليها بعض الاعراض الجانبيه، ولكن انا بتكلم عن هل ليها مشاكل كبيره او موانع. لا يعني هي نقدر نقول انها امن طريقه للتخسيس او نزول الوزن. طبعا المريض ده نفسه احنا بنقعد معاه بنتكلم معاه، بنشوف الاول هو ايه مشكلته، لان في ناس مثلا من بتوع اللي عندهم وزن زائد بيبقى مشكلته مثلا انه سويت ايترز او بيحب الحلويات، دي بتبقى مشكله للكل يعني. حتى لو راح لدكتور جراحه برضه مشكله، لو راح للدايت مشكله. فهو لازم الاول يبدا بان هو يمنع السكريات دي، لان اي سكريات بتدخل هي مش محتاج حجم كبير في المعده ولا حاجه، ممكن برضه يفضل ياكل الحلويات دي. مش هيستجيب قوي للبالونه او حتى للعمليات الجراحيه. فاحنا الاول بنقعد مع المريض بنشوف ايه مشكلته، هل هو عنده توتر زائد مثلا، عنده مشكله نفسيه، هل سويت ايترز ولا لازم نصلح المشاكل دي كلها قبل حتى ما نفكر في الطريقه بتاعت التخسيس. بعد كده بنعمل فحص بالمنظار، ده اثناء التركيب طبعا بتاع البالونه، هي عمليه بسيطه خالص، والمريض بياخد منوم بسيط خالص. ايوه عشان بس نقدر نعدي البالونه من البلعوم للمريء بدون ما يحس. بنطمن بالمنظار الاول ان مفيش اي مشكله تعوق تركيب البالونه. اهمهم طبعا ما يكونش عامل عمليات لا في المريء ولا في المعده ولا في الاثنى عشر، وما يكونش ولا مراره ولا الكلام ده، ولا لا المراره مش عادي. المراره مالهاش علاقه، انا بتكلم على السكه بتاعه الايه البالونه او المكان اللي بتحط فيه البالونه. طب يعني انا كمريض لو انا مريض جاي لحضرتك برضه عايزين نوضح للمشاهد ايه الاجراءات اللي المفروض اعملها عشان اعمل بالونه اللي هو بما اللي هو تكميم المعده عشان خاطر ما اكلش زياده وما زيدش. هو بس عشان ما تلخبطوش، التكميم ده شغل جراحي فما لناش علاقه بيه قوي. تمام، انا بتكلم على يعني ده بدون جراحه. بدون جراحه خالص يعني. العمليه كلها بتاخد لها مثلا 10 دقائق ربع ساعه والعيان بيروح بيته. ما فيش اي مشكله خالص. الاول بنقعد مع المريض نشوف ايه المشكله معاه. ايوه، هل في حاجه مرضيه مسببه له السمنه ولا لا؟ في بعض الامراض طبعا بتزود الـ 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 الوزن. أيوة. خصوصا الامراض الاندوكراين او الغدد الصماء. فلازم نطمن ان ما فيش مشكلة عضوية مسببة له الموضوع ده. بعد كده الإجراء الثاني إن احنا بنعمل له منظار معدة، ده أثناء التركيب خلاص. احنا خدنا القرار ما عندناش مشكلة. في تحاليل معينة بيعملها الأول؟ بيعمل الفحوصات المبدئية بتاعت الغدة الدرقية، الكورتيزول، الحاجات دي، وظائف الكبد والكلى وصول الدم. ده بيتعمل عند حضرتك عادي في العيادة ما فيش مشكلة، بحيث إنه يتأهل نوجهه للجهة المسؤولة عن التحاليل بحيث النتائج تبقى دقيقة. وبعد كده خلاص قررنا ان احنا بنركب البالونة، بنعمل المنظار الاول عشان نطمن ان مفيش مثلا فتق في الحجاب الحاجز، مفيش قرح، مفيش ارتجاع. ساعتها خلاص بنبقى قررنا بندخل البالونة وبنحقن المادة دي جواها بحوالي 500 ل 700 ملي حسب حجم المعدة، وبنسيبها لمدة 6 شهور وبعد كده لازم نشيلها. تمام، ده كلام جميل. عندنا كلام كتير قوي ما لحقناش نقوله كمان لسه ان شاء الله، عشان بس الدكتور الحلقه اللي بعد الجاي الحلقه الجايه عنده يعني مرضى عنده يعني انشغالات معينه. فان شاء الله الحلقه اللي بعد القادمه بيوعدنا الدكتور حسام الجبالي ان يبقى معانا، هنتكلم عن فيروس سي ونتكلم على الكبد ونتكلم عن امور كتير جدا لسه ما كملناهاش في الجهاز الهضمي. احنا شاكرين ليك جدا الدكتور الكبير والجميل ابو ابتسامه جدان، الدكتور حسام الجبالي اخصائي الجهاز الهضمي والكبد وعلاج السمنه والمناظير. شرفتنا وصباح بكره احلى. ربنا يكرمك استاذ وجدي، وانا سعيد جدا بلقائك وسعيد بالساده المشاهدين. ان شاء الله بتوعد الساده المشاهدين الحلقه اللي بعد القادمه معانا باذن الله. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. اعزائي المشاهدين ان شاء الله انتظرونا الفقره القادمه بعد الفاصل مع النائبه الدكتوره شاديه ثابت وقضايا مهمة جدا، انتظرونا.